كعمر يمكن انت الموسم كان صعب عليك، موسم اتعرضنا لاخفاقات وكان مليء بالاصابات بالنسبه لك، ومع ذلك انت الحمد لله ما شاء الله، يعني ربنا يحفظك يا ابني، كنت بترجع من الاصابه احسن من الاول، وبترجع من الاصابه يعني كنا نقول عمر موجود في الملعب ففي اداء ثابت من ناحيته سواء في الدفاع او الهجوم. كلمنا عن الموسم ولحظاته الصعبه سواء اصابات او اخفاقات. طبعا انا الموسم بدا معايا كان باصابه، انا كنت راجع من بطوله افريقيا في كاس كوس في شهر 8، طبعا الحمد لله كنا كسبانين، كان داخلين على ماتش السوبر الافريقي. انا بدات الموسم باصابه، كان عندي مغزى في الضمه فما لعبتش الماتش السوبر الافريقي، وقعدت فتره كمان ما بلعبش في الدوري. رجعت تقريبا على شهر 11 كان اسبوع دولي، رجعت عليه لعبت لغايه شهر 2، كنت بلعب ماتشات وانا لسه عندي مش سليم. صحيح لعبت ماتش الزمالك كان في 1-2 مش سليم، فاتصبت في الماتش ده برضو في نفس الاصابه. دي كانت مراحل كانت صعبه عليا جدا. رجعت قبل في السوبر محترفين، رجعت قبل 3 ماتشات بتوع السوبر ايدي برضو اتفتحت فخيطت ايدي، فكان في حاجات غريبه بتحصل لي كده. يجي على اللعيب موسم كده يقول لك انا مش عارف ايه، مش عارف بالظبط. فلعبت ماتش الزمالك وانا كنت ايدي متخيط وكان عندي اصابه برضو. بدات بقى احاول ان انا اخش طول السوبر الافريقي وكاس الكوس ان انا على الاقل ابقى جاهز بنسبه 80-90%، والحمد لله ربنا كرمني. طبعا لازم اشكر ناس على اللي وصلوني لكده، دكتور محمد شوقي ده طبيب منتخب مصر، ودكتور محمد ابراهيم ودكتور مصطفى طبيب النادي الاهلي، اللي هو لازم اشكر اشتغلوا معايا الناس، ما حدش اثر معايا في الاصابات ديت خالص، اشتغلوا معايا عشان ابقى جاهز للبطولتين، والحمد لله اديت ماتش سوبر بصوره كويسه جدا، وبطوله كاس كوس اديتها برده بصوره كويسه. فالموسم كان صعب عليا جدا، كان لازم اختم الموسم بشكل كويس، كان لازم زي ما حميد قال يعني ان بطوله السوبر دي كانت مهمه لينا كلنا، بطوله بتاهلنا لكاس العالم، فكان لازم كل واحد يعمل اقصى حاجه عنده، يضحي باي حاجه عنده عشان بطولتين دول، حتى البطولتين يعني احنا كان بدايتنا كانت بطوله السوبر، فكلنا كنا بنضحي، كلنا سيبنا كل حاجه، ما حدش فكر في حاجه. صحيح. ما حدش فكر في اصابات، ما حدش فكر في حاجه خالص، كله كان مركز في البطوله ان كل واحد يخش يعمل اقصى حاجه عنده إن عشان نكسب وعشان نوصل، وزي ما حد قال ان اخطائنا تبقى قليله، دي كانت اهم حاجه في الموضوع خالص، ان اخطائك لازم تبقى قليله، ان لو اتفرجنا على ماتشاتنا مع الزمالك قبل كده الاخطاء القليله هو اللي بيكسب الماتش بيخلص عليك. واحد، شوف انت قلت كلمه حلوه جدا، الاخطاء القليله هو اللي بيكسب. بالزبط. الموضوع بالزبط. مش موضوع اتحقق، يعني انت لازم تشتغل على نفسك زي ما قال مستر داني او كوتش داني. بالزبط. وقال عبد الرحمن بالظبط ان هو الماتشات ما بتخلصش فرق كبير، يعني هو واحد تعادل واحد تعادل، فاكيد الاخطاء الصغيره ديت هي اللي بتخلص الماتشات، فالاخطاء القليله اللي هيكسب، وده اللي احنا حاولنا نعمله في ماتش السوبر. حضرتك قلت ان هم كانوا متفوقين علينا في الشوط الاولاني فرق 3 اجوان، بس قدرنا ان احنا لا نلم بعض، احنا كنا كويسين، احنا كنا بنضيع في الشوط الاولاني. صحيح. الماتش ما تزعش محدش، بس احنا كنا بنضيع الشوط الاولاني عشان كده هم اتفوقوا، غير كده لا، احنا الشوط الثاني لما كل كوره كانت مهمه، كل كوره مركزين فيها، لمينا بعض، لمينا السكور لغايه اخر وقت، بيبقى كان فاضل 40 ثانيه كاسبين فريق 2، خلاص بالنسبه لنا الموضوع خلاص خلص. صحيح. فالحمد لله وربنا كافئكم على مجهودكم طول السنه. وخلي بالك برضو انا زي ما سالت عبد الرحمن هسالك، كوتش داني لما جه يمكن في لعيبه ما يعرفهاش بالظبط، يعني انت كنت معظمها. مصاب يعني انت كنت مصاب، معظمكم ما يعرفكوش، يعني مين اللي قام بدور خلي بالك مهم جدا ان انت تنقله السرعه عشان توفر وقت، لانه انت لو هو مدير فني لسه هيكتشف اللعيبه ممكن نخسر 3-4 بطولات. صح. ولكن انت مطالب منه ان هو يكسب، مين اللي قام بالدور ده؟ مين اللي وصل له اللعيبه؟ ولا هو شاف فيديوهات؟ ولا يعني ازاي اتعرف على الفريق؟ هو اعتقد اول ما دخل الفريق كان معاه ورقه كده باسامينا وصورنا، انا شفت الورقه ديت ان هو يبص على الصوره كده فيعرف مين اللي هو بيتكلم معاه. دي معلومه حلوه. ديت انا شفت الورقه ديت، بس كان معانا جهاز بقياده كابتن ياسر لبيب، كابتن احمد سالم، كابتن هشام عبد الوهاب، ده الجهاز الفني اللي كان موجود، المعاونين، فاعتقد ان هم قالوا له كل كبير وصغير جوه الفرقه، واعتقد ان الراجل اتفرج برضه اكيد، ان هو ما اعتقدش ان هو هيسمع بس، لا بتفرج وبص. حتى انا اول كلمه قلتها لكابتن احمد وكابتن ميشو ان انا لسه راجع من الاصابه، فالراجل كنت لسه بالظبط كنت راجع قبلها بيومين، او الراجل مثلا مستر داني وصل السبت، انا نزلت تمرين تقريبا الاربع، فدي كانت اول تمرين، فقلت له حد بس يعرفه ان انا لسه راجع من الاصابه. برافو عليك، ده ذكاء منك. بالظبط، ان هو انا مثلا مش هنزل الملعب اللي هو هيليني مثلا مش جاهز 100%، فيقول لك في حاجه غلط او حاجه هم ما يعرفنيش، فقلت له تقرير، بس هم قالوا ان هم قاموا بالدور ده من غير ما اتكلم، فطبعا بشكرهم عليه. بعدين مستر داني اعتقد ان هو في ماتشات سوبر محترفين كان بيتفرج على الفرقه، طبعا لازم يتفرج على الفرقه، لازم يعرف، فدي حاجات برضو كانت بالنسبه لي اثرت عليك الطريق شويه. بالظبط، يعني عرفته مين انت بالظبط كده. وبعدين دخلنا كمان زي ما حميد قال الاسبوع بتاع المغرب ده بجد اللي هو كان نقطه فاصله في التعارف بيننا. صحيح. قاعدين مع بعض طول الوقت، ما بنعملش حاجه غير ان احنا قاعدين مع بعض بنتكلم مع بعض، بدا يتفرج في التمرين، عملنا ماتش ودي في المغرب، ده اعتقد انه فادنا كتير، ان هو شاف الفرقه، شاف كل واحد بيتمرن ازاي، بيلعب ازاي،
كل واحد بيطلع اكتر حاجه عنده، فبدا يتفرج يشوف مين مناسب في الوقت دوت ومش مناسب في الوقت دوت. وبرده في بطوله كاس كوس كان بيتفرج اكتر.